ما مقدار النوايا تذكره أو فيما تظنه عن الجيش؟ يعني خلينا نكون واضح مع حضرتك إذا سمحت لي، هل ممكن دي تبقى موجة ثم تخطيها فيما بعد؟ عارف السياسة نوايا حسنا جميل، هي ميزان قوة، الحراك الشعبي قوي فرض نفسه أصبح فاعل، كان الشعب معادلة السلطة تمام بالجزائر، ليس بالجزائر جميل، الشعب دخل في معادلة السياسة، فالجيش مضطر أن ينحاز إلى الشعب أو إنه يميل للموجة، يعني يميل، وأي تراجع للحراك الشعبي سيعود من جديد. إذن لابد الحراك يبقى قائم. لا معلش، يعني إلى أي مدى ممكن أنا بكون صريح معك؟ نعم. إلى أي مدى ممكن تكون دي مناورة من الجيش أو من قيادات الجيش، بلاش الجيش يعني، حتى يتفادى الموجة الضخمة دي؟ هي سميها نفترض أنها مرادة، من البداية نقول أنها مناورة. مناورة لابد أن تكون حذرا ويقظا والحراك قائم وواصل مسار. الجزائر الآن في تملك المؤهلات للانتقال الديمقراطي، تملك وعي شعبي قوي الآن. طيب دكتور إدريس، ما أنت عارف يعني ممكن نطلع إحنا ناس من عندنا، أنا آسف يعني، تشتم في الجيش وتشكك في وطنيته، وبالتالي الجيش يبان إنه ضحية، ثم تخرج الجموع الشعبية تؤيد الجيش، وبالتالي ننسى الأجندة دي. لا، لهذا قلت لك الشعب واعي، الشعب لا أعتقد يشتم الجيش. لا مش الشعب يا فندم، أنا بقول تخرج موجة تسب وتلعن وتعمل، لكن الموجة العام الغالبة ستكون ما تسكت هذه الفئة القليلة.